الاسم ديالي عطفي احمد، كنسكن في المشروع بلوك الساق الرحمه، بلوك الساق الدار رقم 50. انا كنطلب طالب بالحق ديالي بحد السيده كتهي لي مرتي وكتهي لي ولادي، رئيسه عصابه هي عندها كل شيء في يديها، عندها الشمكاره في يديها، عندها الفزنازه في يديها. ودابا حاليا انا ضربت لي مع مرتي، شنو السبب اللي غضرب لي مع مرتي؟ حنا ما كناش كنعاشروها وعاشرناها على طريق حيت كتحرق لي واحد الدري ولدي، حيت هي جارتنا، وقلنا هاد السيده الله يعمر لها الدار، وعاشرتنا وعاشرناها الصداقه بيناتنا. وفي الاخر ملي لقات مرتي ما تقبلتش ديك التصرفات ديالها، هي عرفت على الحقيقه ديالها، مرتي بغات ترجع منها اللور. ملي هي عرفت مرتي بغات ترجع منها اللور ولات كتعايرنا وتسبنا، فيما كتقطع من الفانيد هي اصلا كدير الفانيد، كدير طريطما واش لوردونوس ولا شي حاجه اخرى الله اعلم، انا راه الله شاهد عليا. فيما كتقطع كتبدا تسب فينا وكتعايرنا، انا عندي الاوديوات ديالها السبان والمعيار. دابا حاليا كتعي لي مرتي بان راه كتدخل، كنطالبها الحق ديالي من السيده هذه. انا دعيتها المره الاولى ودعيتها المره الثانيه، وسامحونا الجيران كاملين، عاودوا سامحونا، عاودوا سامحونا، وانا قلبي سميح مع العبد ومع الله سبحانه وتعالى. وهاد السيده هذه ما خلاتناش نهناو. انا عندي خمسه تاع الوليدات، امهم وانا هي السبعه، وعندي مرتي ولدي عندهم جوج وليدات، كنعاني على عشرة النفوس، وانا الواحد اللي خدام، انا الواحد اللي خدام في الشطافه، وانا كابر يتيم. وهاد السيده ما تعدات عليا، وهاد السيده ما خلات ما عرفتش غادي نقول، ما دارت لا الله قدامها ولا حتى شي واحد. انا ديما حاضر راس ليها، وهي فيما كتنوض كتعايرني وكتهيني مع ولادي وكتهيني مع مرتي. وانا دابا حاليا انا فارق داري عام، دابا باش كنفارق فارق داري، انا فارق داري بشهر 6 2019، وجيت وانت ولادي من المدرسه ديتهم قنت حر، والجيران كلهم شاهدين، والجيران صالحونا المره الاولى وصالحونا المره الثانيه، وقالوا لي بان هذه المره الا وقعت مثلا شي حاجه ما بينكم بينا حنا نشهدوا فيها. وملي وصلنا لشهاده الجيران حتى شي واحد ما بقى حتى شي واحد ما باغي يتشهد ليا، هداتهم كتهددهم. وانا دفيتي ندار بلي الدري ولدي محروق ليا، دير لي عمليه زريع الجلد، انا خاصي على 7 مليون غير مسلفها من البنك، وانا ما عنديش، وراه عندي شواهد طبيه ديالو وما بغيتش نصيفطها للكوميسيريه. دابا راه عام تاع الايام وهي كتعينني بحال هكا وكتهددني، وفيما كنهضر نبغي نهضر كيقول لي الناس غير اسكت اسكت، الله يهديها الله يهديها، وكنسمع من الجيران. دابا حاليا دابا انا عندي جوج وليدات، واحد مزوج وواحد صغار منه، ها هو انا كيعاونني كيجي في الصندوق تاع الحوت كيبيعو باش كيعاون، يلاه بدا يلاه بدا، قال بسم الله كيبيعوا شريح دها في السوق. حرجت عليهم ملي الدجاج كاملين، قالت لهم راه ما مزيانش كتلقى لي البناتي، ملي كيمشي ولدي يقلب على خدمه كيقول لي حنا ما نخدموكش، سيرة قالت فلانة وقالت وكيسميوها، كون ما كيسميوهاش، بحال واحد تلقى ولدي بجنويه بغى يضربوا راسو، ملي بغى يخسر لي وجهه لقى ليه يدو في العشيه تقرقب وجا عندو، قال لي صلاح اللي حرشتني. ملي جا عندو تقول لي انا حرشتك على صلاح، قال بقى كيشوف الدري مقرقب كحاضيها ما هضرش، يعني انا محرشه. هذا تحموا عليه جوج البارح، هي اللي محرشه، مانيش حتى حرشتهم هنا ولاد الدرب. جاو كان ولدي كان جاي وتلقاو ليه، ملي خرج انا بديت كنهضر ويقول لي حاشاك سير تيرا كيفاعله وتيرا، ويجي ولدي مرضاش قال لي تقول لهم امي احسن من امك، ويجي عنده ويشنق عليه. الاخر هاز جوج مصاع الخضره والاخر هاز جوج مصاع الخضره، دار راسو كيفك وباغي يخشي ليه موس في ظهره. حتى جارتي اللي قالت لي دابا خرج العظم من هنايا، قالت لي ما تضربوش ماشي حشومه. والمشكل اللي خرجتي دابا للضرب وقلتي لي صلاح، قسما بالله ما كيهز راسو، هذا شويه كينفاعل، الاخر ما كيتضاربش ما كيتخاصمش. ها ضربوه هذا تكرفصوا لي عليه، دابا راه مصور لي كتفو نشديتو قبل الكوميسار قال لي سير تافيه، قلت لي ما عنديش باش ندير سير تافيه، قال لي جيب سير تافيه وجي، قلت لي ما عنديش باش نديرها. دابا قال لي سير حتى للجوج وجي، دابا مع جوج غنمشي عندو انايا. الطلب ديالنا ياخذوا لي حقي من هاد السيده اللي كتهدد لي ولادي وكتهدد لي كلشي، ولدي محروق كتلقى لي ديك اللي كتهضر مع العيالات وكتقول لهم هاد المحروق راه امو كطلب عليه. انا فعلا طلبت على ولدي، باقا لحد الان كنطلب على ولدي، باقا خاص العمليه ب 6 مليون، كنمشي ما خليت فين مشيت، اجا يوسف ما خليت فين مشيت، ما خليت فين مشيت، اي بلاصه كيقول لي كنمشي ليها، طلبت ماشي ما طلبتش. تم القايد عاوني الله يجازيه بخير، القايد الاول هي مشات معايا، دابا كدور دارك وتقول لهم هذيك راه الطلبه ديال ولدها باش تفرج دارها. دعوت الله اللي كنطلب وكنفرج دار، هذه دار فرشاه انا على ظهر ولدي، دعوت الله دافراش فرشاه انايا، ما خلت لمن قالت لك كطلب. وكان السيد مفيلمياني اوديوات كديهم الكوميساري، مشيت الكوميساري قال طلع دواكل الملك، ولي ما عرفتش طلع دواكل الملك باش غنمشي، ما عنديش. دابا حاليا والبارح ولادي تناقشوا على تليفون، بكش انا كنعيط لهم شوفوا فرجتوا فيا اللي سو اللي ما يسواش، هاد المره لقى شي واحد كيفيلم لي في ولادي بديت كنعير سبيت. واحد اللحظه طلعت
مشات رست على الشارع وراه فاعله وتاركه راه اوديوات عندي غنشدك غندير لك. اش قالت لي؟ شات الصاق قالت لي خدامه على قبلك انتيا، وقالت لي ولادك والله لا عيدوا معاك. قلت لها انتي الا كان عندك الفلوس انا عندي الله والله توريتي تعيدوا معايا، اشي كنعاود لك قبل العيد الكبير. ونهار الاربعاء نوضت معايا فوضى، مشيت للكوميساريه لقيت راجل اش قايل لهم، مرتي انتحرات وهما اللي سبابها، انا سبابها. هي حاليا دابا طول ما نشترجم غتلقى الريبورت محطوط ديال صاحبها. ديك النهاريه انا كنطول ما نشترجم جايه سكرانه كتخروع، هو شاد لها من ايديها، جا واحد الدري قال لها مالك اختي مالكه، ويقول لها مطيحنا المسلمين، اش كدير؟ كتسكر وكتبدا تاكل لحمه في الزنقه، ملي كيحصلوك تقول لهم انا راني مريضه خصني نمشي نزور. دابا حجوج اعتارس في ليله وحده، قالت لهم انا باغا نشد الطبله باش انا تخرجني من داري. عام وانا خارجه من الدار على قبلها هي، دابا ملي رجعت حاليا ولدي راه ما كيقراش راه بارك، ما بغاوش يحولوه ليا، راه في الخامس راه بارك في الدار، على قبلها هي، والمدرسه كتعرفها، تصور المعاونه كلشي شدها، إلا حنايا، الزنقه كامل شتها من راس للراس، قالت لي كلشي نعطيه إلا أنتِ ما تاخذيهاش، أنا ما باغا من حتى شي حاجة، أي شمكر كيتشمكر هنا كتعطيه القرقوبي، راجل كيبيع الحوت وكيبيع الحشيش، هي كتمشي تاخذ الدواء من السبيطار وكتعطيه للدراري، لا عينة في شي واحد تعطيه جوج قرقوبي تمشي ياخذ لها حقها. واحد النهار دات لي هذا قول البت وقالت لي تعالى راه واحد جا عندي وقال لي حرشي على بنتي، وبنتها مصاحبة مع هذاك، وغدا بولدي مشيت تلقاو لي ودقوه. دابا أنا كنطالب الله يرحم لكم والدي، كنطالب غير بالحق ديالي ياخذوا لي حقي مع هاد السيده هادي، هينا ليا مرتي بنك فاعله وتاركه وكتحرس لي ولادي